السادة المشاهدين مساءكم خير، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. الخبر اللي صدمني هو وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قناة النهار. عايز أحكي لكم عن الأستاذ إيهاب أبو زيد. أنا حسيت الحقيقة أن أنا أعرفه من زمان. أنا شفت الراجل ده فين قبل كده؟ أنا اتعاملت معاه فين قبل كده؟ كان في تناغم وفهم، وحسيت الحقيقة قد إيه أنت محترف يا أستاذ إيهاب، قد إيه أنت مهني، قد إيه أنت طيب القلب، قد إيه أنت محترم. لو قعدت أشكر فيك من هنا لبكرة مش هيكفيك، يعني الكلام هيخلص فيك. أنا اتشرفت إن أنا اتعاملت مع الأستاذ إيهاب أبو زيد، وهو اللي أخرج لي برنامج العرافة آخر سيزون، ده كان في رمضان، وكان وشه حلو عليا زي ما هو وشه حلو كده. والحقيقة أي مخرج بتقابله مذيعة بتقعد معاه تقول له أنا بحب كذا، والكادر بتاعي الناحية الكذا، وأنا بحب مش عارف إيه، ولا حاجة حصلت بيني وبين أستاذ إيهاب في الموضوع. أنا كنت حاسة وأنا قاعدة بتكلم معاه عادي بثقته في نفسه، حسسني إن أنا راكبة مركب ولا أجدع قبطان سايقها. وسيرته العطرة طبعا كانت واصلالي، فقلت أنا مش هتكلم معاه وهشوف أول حلقة كمان. كان بيعمل في صمت، ولما شفت أول حلقة بدون أي يعني أي تفاهم ما بيننا ولا شرح، حسيت إن ده المخرج اللي أنا بدور عليه طول عمري. يعني مع احترامي لكل المخرجين، ولكن أنا حسيت إنه ده المخرج اللي هو مش محتاج انك تقول له انت عايز ايه، ويطلع لك احلى صورة، ويهتم بكل التفاصيل، ويعني زي ما بيقولوا كل لبيب بالاشارة يفهمه. كان لبيب مهني بجد، كان محترف حقيقي، مش مزيف، مش اي كلام بقوله على فكرة ابدا. كان خلوق بدرجة مش طبيعية، كان مؤدب قوي. يعني انا ما كنتش بسمع صوته، انا مش فاكره نبره صوته من كتر ما كنتش بسمع صوته. اي مخرج في لوكيشن يا جماعه صوته بيبقى جعوري. الاستاذ ايهاب كان مايسترو، بيعمل في صمت ويدير هذا اللوكيشن كله بدون كلمه. كنت ترمي الابره تسمع صوتها بنظره باشاره، كان بيمشي السيمفونية كلها زي عقارب الساعة. وطلع لي البرنامج في أبهى وأجمل صوره وأشكاله. وأفتكر مرة الحقيقة كنت تعبانة، وإحنا كنا بنصور في رمضان، وكنت بستعد وتعبت، وكان الدكتور طلب مني ان انا يعلقولي محاليل. فانا الدكتور جه زي ما انتم شايفين كده، كان بيعلق لي المحاليل وانا بجهز، لانه مفيش وقت، ومش هلغي التصوير احتراما لكل الناس الموجوده. انا شفت استاذ ايهاب اول مره في حياتي اسمع صوته. أنا لقيت كمية غضب منه طلع من قلبه، يعني بصراحة حسيت أخويا بيحبني وخايف عليا، أبويا إزاي تنزلي وانت تعبانة في الحالة دي؟ قلت له مش ممكن ألغي التصوير. قال لي مش هصور وهفركش دلوقتي، روحي ارتاحي في البيت. أنا جاية له يعني قاعدة بالمحاليل مستنياها تخلص عشان أدخل أصور. وانا عاندته بصراحه، وقلت له انا كويسه وزي الفل، اول ما المحاليل دي
اما هتخلص. وانا الطقم ده كنت لابساه مع مين يا ولاد تفتكروا؟ مين كانت حلقه مين؟ طيب كانت في الايام الاخيره يعني. الطقم ده بالذات يعني كان واضح ان انا بستعد، والكوافير ماضي واقف جنبي قلت لهم، والدكتور بيحاول يحط لي الكانيولا عشان يعلق لي المحاليل. انا اللي شفته من استاذ ايهاب يومها حسيت قد ايه يعني الراجل ده لما مع الاغراب كده، امال هو كأب عامل ازاي؟ كأخ عامل ازاي؟ كزوج عامل ازاي؟ يعني حسسني فعلا ان انا كان لازم اعمل كده على فكره. يعني هو حسسني ان انا كان لازم اعمل كده احتراما ليه وكل الناس اللي موجوده. يعني لان هو وباقي الفريق ما يستاهلوش ان المذيعه ما تجيش تضرب التصوير. اوحش حاجه في مهنتنا دي ان المذيعه تضرب التصوير. وكان شايلني من على الارض شيل. انا كنت حاسه اني بصور عنده يعني اولا احنا كنا بنصور في قناه النهار، وهو رئيس الشبكه، هو مش مجرد مخرج يعني، هو كل المذيعين لفوا معاه واشتغلوا معاه وكلهم بيشكروا فيه. حبيبي ربنا يرحمك يا رب. دي كواليس العرافة. وكنا بنشتغل في وقت ضيق جدا ضيق جدا جدا، وكان البرنامج ده مش هيطلع لان احنا بدينا في اواخر رمضان، الناس خلصت واحنا بدينا. يعني كان صعب. هو سهل لي كل الامور. وانا لما كنت بقول له يا استاذ كان بقعني بمعنى الكلمه يا استاذ، هو كان استاذ. لانه مش اي حق يستحق لقب، اي حد يستحق لقب استاذ على فكره. وشفت مظاهره حب الحقيقه في الزملاء اللي نقلوها لي، وشفتها في الجنازة وفي العزة. في العزة يا جماعة أنا لما رحت شفت حب غير عادي. ده اللي يثبته وجود الناس. أنا ما كانش يعني كنا واقفين ما فيش مكان تقعد، يعني المسجد المشير كبير ما كانش فيه مكان تقعد، كان في ناس واقفة من كتر ما فيش مكان، سواء سيدات أو رجال. هو موته كان صدمة بكل المقاييس، وخاصة ان هو لا كان تعبان ولا كان بيشتكي من حاجة، قدره يعني مات فجأة. وكان راجل تقي بيدعي على طول. دخلت الحقيقة، انا كنت قلت لكم قبل كده انه انا ما بحبش اروح عزا، يعني انا ما بحبش اروح اعزي علشان المهازل اللي بتحصل في العزا والستات وشرب القهوه والسجاير والرغي ودودو دودو دودو دو، وانا ما بحبش كده، انا اقعد اقرا ايه قرانيه وكده. بس انا استاذ ايهاب حسيت ان انا محتاجه اروح اشوف اسرته، يعني محتاجه اروح لهم اقول لهم البقاء لله. يعني كان لازم اعمل كده. وفي وقت العزاء انا لما دخلت الحقيقه مراته الله يصبرها لقيتها اترمت في حضني وقالت لي ايهاب كان بيحبك جدا وبيحترمك جدا وكان مبسوط بالشغل معاكي جدا. دي كفايه عليا يا استاذ يا عظيم، ده انا اللي كنت مبسوطه بالشغل معاك. وشفت ولاده تعرفت عليهم، شباب زي الفل وزي الورد. كان ادم واقف بياخد العزا ابنه. وشفت الاستاذ العظيم صلاح عبد الله اللي كان شكله مرهق بس اصر ان هو يحضر ويجي يؤدي واجب العزاء. ما نجلكش في حاجه وحشه يا حاج صلاح، يا عم صلاح يا حبيبنا، ودي حاجه تحترم فيه لانه اصيل ومحترم. وبشكر كمان على فكره الزميل عمرو الليسي. الزميل عمرو الليسي كان واقف بياخد العزاء من اوائل الناس اللي كانت موجوده، كان واقف جنب ادم ابن الاستاذ ايهاب. وبشكر الزميل واستاذي الدكتور محمد الباز اللي فضل موجود من اول العزاء لاخره. كل واحد الحقيقه كان بيدعي له من اللي عمله معاه استاذ ايهاب. يعني حاجه غريبه على السوشيال ميديا، يعني الناس بمعناه الكلام بتاعها
ان الاستاذ ايهاب كان بيدعمهم وكان بيقف جنبهم وكان بيعمل مواقف جدعنه معاهم. المواقف دي طلعت دلوقتي لانه الاستاذ ايهاب عمره ما كتب ولا عمره وضح ولا عمره قال انه هو وقف في ظهر حد او ساعد حد. في العزاء كمان حصلت حاجة الحقيقة على قد مرحلة الحزن على حد مرحلة السعادة اللي أنا حسيت بيها. شفت الأول مرة شخصيا الزميلة لمياء فهمي عبد الحميد وحضنتها من كل قلبي وكنت سعيدة بيها بمقابلتها وقلت لها سلامتك وشفاكي الله وعافاكي وجها لوجه، وده أسعدني جدا لأن أنا من محبين لمياء، وسعدت بلقاء الزميلة مريم أمين صاحبة الواجب دايما والزميلة الجدعة سمر يسري. شفت كتير جدا بوستات بتنعي الأستاذ إيهاب من فنانين زي الفنان أحمد حلمي وتقريبا كل اللي بيشتغلوا في الوسط الإعلامي. وفي العزاء كان حاضر 90% من مخرجين مصر و90% من مديرين التصوير، وكل الشباب الصغيرين كانوا موجودين في العزاء. عايز اخرج من موت الاستاذ ايهاب بحاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه هو ليه يا جماعه مفيش يعني رابطه تجمع الاعلاميين مع بعض؟ ليه احنا مش اصحاب؟ ليه احنا ما بيجمعناش الود وحبل المحبه؟ يعني انا لما قابلت كنت واقفه مع لمياء ومريم وسمر ولما سلمت على الزميل عمرو والدكتور الباز حسيت بمحبة انه احنا عيلة اسرة. احنا ليه متفرقين؟ ليه مفيش بيننا رابطة؟ وعلى فكرة ده هيدينا يعني باور ان احنا نقدر ندافع عن بلدنا اكتر مما كل واحد لوحده. الدعم والقوة، ودي دعوة انا بطلبها من ان يكون في رابطة تجمع الاعلاميين. والحاجة التانية اللي عايزة أقولها إنه لما بلاقي الناس يا جماعة إنه في السوشيال ميديا بتتشال وتتحط يعني علشان المتوفي والكلام الحلو اللي بيطلع والكلام الحلو اللي بيتقال، طب قبل الوفاة فين أنتوا من هذا الشخص؟ يعني قبل ما يتوفى التقدير ده ما شافوش ليه وهو حي؟ ليه دايما بنقدر الميت مش بنقدر الحي؟ ليه؟ ممكن كانت تفرق معاه كتير قوي مظاهرة الحب دي. طب لما مات كلنا رحنا وعزينا مراته وولاده. طب عايز اسأل سؤال، هل يا ترى انه احنا هنفضل على تواصل وهنبقى ظهر وسند لمراته وولاده زي ما هو أخلص لكل واحد فينا، ولا هو سلام عليكم والبقاء لله، سلام عليكم مع السلامة وخلاص بقى الناس دي اتقفل عليها الباب وخلاص شكرا؟ لا، الراجل ده ادانا كلنا كتير، وأقل واجب معاه إننا دايما لازم نبقى في ظهر زوجته وفي ظهر أولاده. لو حد قادر يعمل حاجة، مش قصدي انه يعني يديهم معونة ولا لا طبعا، انا السؤال عليهم بس بالدنيا كلها. يا حبيبي يا استاذ ايهاب الله يرحمك. وفعلا السيرة اطول من العمر. مشاهدينا ومعكم مرة أخرى، المخرج بيقول لي أنت ليه حرف إيه وأنت بيه؟ فهو يعني الفضيحة طلعت، أنا معرفش أنها تطلع في الكاميرا أصلا. اللي عايز أقوله يا جماعة أن أنا شفت قميص، يعني ده قميص موضة اللي هو رجعت الموضة بتاع زمان اللي هو القميص اللي بالياقة العريضة الرجالي، يعني رجالي. ف
فانا يعني الحاجه بقت غاليه بقى قوي بقى. فانا رحت بصراحه يعني فاتحه دولاب جوزي، وبعدين اخدت من عنده قميص وبعته لوحيد الترزي قيفولي بكل يعني شجاعه. انا بعترف مش عيب ست تلبس قميص جوزها على فكره، بذمتكم مش حلوه يا جماعه؟ طبعا دلوقتي هو هيعرف، مش عايزه اقول لكم يعني بكره اذا ما جتش الحلقه ابقوا اسالوا عليا. ماشي، عرفت بقى يا تامر ليه ايه مش بي؟ ماشي، علاء عيب. ماشي، طيب بصوا بقى يا جماعه. الحمد لله والشكر لله، انا ربنا من عليا باني حجيت السنه دي، وربنا الحمد لله الحمد لله سهلها لي، ورجعت بفضل الله وانا يعني في قمه السعاده. وانا حجيت على فكره قبل كده، لكن الحجه دي كان اول مره بحج في حياتي، بدايه من المدينه، وربنا رزقني بالصحبه الحلوه هناك في زياره سيدنا النبي، وكان الصحبة الحلوة دي بعض النساء السعوديات من أهل المدينة الطيبات، ودي رزق أنا بعتبره رزق، أهل طاعة، وكنا في لذة من هذه الطاعة مع بعض. وبعد ما خلصنا المدينة يوم عرفات ده، والله والله كان أجمل يوم في حياتي، وده اللي عرفت فيه كما لو اني الاول مره بحج في حياتي. كان معانا شيخ عظيم عظيم اسمه الشيخ رمضان عبد المعز، انا عمري ما التقيت بيه قبل كده، هو وجه تلفزيوني معروف، لكن شخصيا انا ما اتقابلتش معاه وما تعاملتش معاه ولا اعرف طريقته ايه ولا اي حاجه. الحقيقة أنا بهرني بطريقته ونصايحه وإرشاداته ودعائه، وكان يا جماعة بيتعامل معانا بقى الحجاج إن إحنا KG1 أطفال في الحضانة، يعني قال لنا بصوا بقى أي حاجة في الدنيا هعديها إلا يوم عرفات. الحج يعني عرفات، يعني تقعدوا من صلاة الظهر للمغرب واحنا بندعي، وما سابش كل واحد يدعي لوحده، لا هو يا حبيبي قاعد هو يدعي واحنا وراه واحنا وراه واحنا وراه. واحلى ادعيه في الدنيا اللي من القلب اللي خلت البكا كده يطلع من عينينا ويغسل قلوبنا، رغم ان انا حجيت قبل كده، لكن انا كنت ناسيه. الواحد بيبقى تايه وبيبقى خايف، لانه يوم لو راح منك يعني ده انت مش عارف هو هيجي عليك تاني ولا لا. وكان عنده ملكه انه يسيطر على الحجاج بس بالمحبه والتوجيه، يعني واللي كان بيحسسني ان احنا في KG1 احنا كلنا الستات لابسه ابيض ورجاله لابسه ابيض، فاحنا كلنا في الحضانه، وكان بيحذرنا اللي هيقوم للحمام بالاذن. والغدا ميعاد الغدا جم قالوا له يروحوا مكلمين، يقول لهم طيب يجوا اللي هو بقى الشركه بقى، يعني عايزين ناكل الناس بقى، يعني اللي هي الشركه اللي احنا فيها طالعين معاها. طيب في الاخر قال لنا طيب طالما مصممين دلوقتي اتفضلوا قوموا اتغدوا 30 دقيقه وتكونوا هنا. يعني الناس انا قلت ما حدش هيدخل قبل ساعة، ما هو احنا موعدنا كده 30 دقيقة، كانت الناس كلها قاعدة، لانه قدر انه يأثر علينا بدعواته الحلوة وقلبه الحلو، لان كان الدعاء من قلبه. وقال لنا انه دعاء يوم عرفات هو ده الحج، ويوم مش ممكن ما يتكررش تاني في حياتك. وانا كبسمة ضامنة ان انا يجي عليا السنة الجاية تاني؟ مين يعيش؟ يا مين يعيش؟ هل ضامنه ان انا هطلع حج تاني؟ يا مين يعيش؟ انا بنتهزها فرصه وبشكر الشيخ رمضان في الرد كمان على كل الناس بكل صبر
والحلاوه ومن القلب وانا بعتبر انه مش حظ حلو، هو قدر حلو، ربنا بيقدر الاقدار. خلصنا بقى من المشهد ده، تعالوا لي بقى على المشهد التاني. طبعا كلكم يا جماعه عارفين الفنانه ريم سامي اخت المخرج محمد سامي، فكس لي بقى يا تامر على الصوره دي. طيب فنانه يعني من عائله ارستقراطيه اموره، ممكن تبقى شايفه نفسها. انا شفتها قلت يا خرابي هنبقى بقى ياي وماي وفاي وباي ومامي وبوبي، وهي بقى كانت ايه قاعده يعني جنبية طول الوقت احنا قاعدين مجموعه كده. اقسم بالله وربنا اللي انا رحت بيته، انا فوجئت بهذه الفتاه خادمه الحجاج. عارفين يعني ايه؟ كانت بتقوم بمساعده الناس اللي اولا ما تعرفش حد غير مامتها وباباها كانوا معاها. لا يمكن كنت اتوقع ده من ريم سامي، يعني شكلها ما يدلش يا جماعه، عشان كده يقول لك ما تعرفش الواحد من شكله، ما تحكمش عليه من مظهره الا لما تعاشره. يعني انا عارفه ان خدمتها للحجاج ليها ثواب كبير، خصوصا وان ده تطوع، ده يعني دي حاجه بارادتها، ومعروف طبعا انه هي زي ما قلت لكم من اسره وطبقه ارستقراطيه، كانت بتخدم الحجاج بدون كل يعني كان ممكن تجيب شبشب لواحده ست كبيره تحطه لها. هو في مين بيعمل كده دلوقتي؟ بقول لكم صدمتني. يعني كانت مثلا اتنين كانوا بيتخانقوا، في ساعات خناقات بتحصل في الحج، يعني ده مكاني ده مش مكاني، تقوم قايمه لها وتقول لها طب اتفضلي في مكاني. واحده مثلا بتطلب حاجه وتاخرت عليها، تقوم هي تجيبها لها، تقوم تجيب الاكل. شفت بقى بر والدين، يعني اللهم ارزقنا وارزق الجميع بر والدين مش معقول. بص ايد وبص رجل، ولا هممها حد ولا اي حد ولا حاجة، بنت طيبة وجميلة. وكان واجب عليا النهاردة ان انا اقول لها تسلم ايدين اللي ربت يا ريم يا سامي. في الاخر انا عايزة ادعي لكل مشتاق عايز يحج ان ربنا ينولها له ان شاء الله السنه الجايه، ويديكوا الصحه جميعا، وادعوا بس من بدري شويه مش من قبلها بشويه صغيرين، ولو يعني مكتوبه لك ربنا هيسرها لك. هو كله دعوه، زي اللي رايح فرح كده وبيجي له دعوه، يا انت مدعو يا مش مدعو، فما تزعلش، يمكن اللي ما راحش السنه دي يروح السنه الجايه. ويا رب كل من وصاني بالدعاء ربنا يستجيب، وكل من لم يوصيني بالدعاء ربنا يكرمنا جميعا. ومفيش حد يا رب من السادة المشاهدين اللي بحبهم بيتفرجوا عليا دلوقتي يعني يشوف مكروه في غالي ليه، وربنا يرزقكم بزيارة بيت الحرام. دي كانت المشاعر والأحاسيس، ومن أهم الحاجات الحقيقة اللي أنا يعني طلعت بيها من الحج. بس في حاجة، معلش يا جماعة لحظة بقى واحدة، أنا عايزة أسأل سؤال مهم جدا. هو أنا اللي قلته ده والمشاعر والبكاء والإحساس ممكن إنه أحج حج الميتافيرس بقى بداله؟ لا معلش استنوا بقى، ولا حد يقول لي آه ولا حد يقول لي لا، أنا عايزة حد يحسب لي الموضوع، يحسم الموضوع شرعا، وهتقولي حد من علماء الازهر. انا ما باخدش فتاوى غير من علماء الازهر وبس، هو بوصلتي ولازم يكون بوصلتنا جميعا. هتقولي الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر، اصل يا جماعه انا يعني في جمله كده بتقولك الحج مشاعر وروحانيات،
ويوم عرفات ده كله روحانيات. ازاي بقى احس بيه وانا مش هناك، ما روحتش؟ يعني انا خليني انا ما اقولش، يعني انا لست فقيها، ولكن معنا الشيخ ابراهيم. سلام عليكم يا شيخ ابراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتينا يا شيخ ابراهيم. الو الو شيخ ابراهيم. ايوه يا فندم معاك. انا كنت بحكي على مشاعري وانا في الحج السنة دي، ربنا كرمني ودعاني ورحت ولبيت ورجعت الحمد لله. فبحكي على حلاوة المشاعر اللي حسيت بيها مع الشيخ رمضان عبد المعز في الدعاء وكل المشاعر والأحاسيس دي. فأنا دلوقتي بقى عايز أسأل، هو بدأ يعني هل ممكن كل الأحاسيس دي وكل اللي احنا بنعمله ده ورمي الجمرات والبيات في المزدلفة، كل الحاجات دي ممكن تبقى حج ميتافيرس وطواف القدوم والوداع يعني ايه؟ احسم لنا الموضوع ده من فضلك يا شيخ ابراهيم. الحمد لله الذي اعزنا بالايمان وكرمنا بالاسلام وشرفنا بالانتساب الى نبي اخر الزمان وهو سيدنا رسول الله. خليني ابارك لحضرتك الاول على ادائك لهذه الفريضه، واسال الله تعالى ان تكوني ممن قال فيهم النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وخليني اشكرك نيابه عن كل الشعب المصري لانك اثرتي فتوى شاذه جدا وقلبك لم يسترح لها، وخرجنا وبعد ما سافرتي كان لها ابعاد، لكن لا يسعنا الا ان نحيي الاعلام المهني الذي يدفع ثمن تبنيه لكلمه الحق. هذا اولا. الامر الاخر، علينا ان ندرك أن الله تعالى لما فرض هذه الفريضة وقننها وبين مناسكها وألزمنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل جعل للحج أمرين. الأمر الأول ميقات مكاني، ميقات مكاني يبقى لابد وأن تعبر من حدود الحرم المكي الشريف لكي تصل إلى أرض المنسك. عشان تروح لأرض المناسك هتعبر جاي من مصر، جاي من اليمن، جاي من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزم كل من يريد أن يحج بأن لابد وأن يمر على هذه المواقيت المكانية. عندنا ميقات زماني، لأن احنا كل شوية يطلع لنا حد ويقول لك طب ليه ما نقسمش الحج على مدار السنة؟ الحج أشهر معلومات، معلومات علمنا الله إياها سبحانه وتعالى وقررها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول أنه يلزم من يحج فرض عين أن يتحرك، لأن كلمة الحج معناه يا دكتورة بسمة، أيوة الحج معناه القصد، يعني عند علماء اللغة معناه القصد، يعني القصد أي الاتجاه نحو بيت الله الحرام بملابس الإحرام بنية تأدية المناسك. ولا يجوز لكائن من كان أن يتلاعب بالمشاعر الدينية. حقيقة أنا شايف الفترة الأخيرة بلاحظ من خلال الردود أن في بعض الإعلاميين عندهم حالة فلس إعلامي، مش عارف يتكلم في إيه ويتكلم إزاي ويرجع إلى أهل التخصص في كل مجال. من هنا كان لزاما علينا أن ننبه الناس أن الحج يجب على المسلم القادر المستطيع أن يقوم بنفسه بعينه بشحمه ولحمه ويتحرك مرتديا ملابس الإحرام ويقدم النية، إما مفرد إما متمتع إما قارن، ثم بعد ذلك يعبر الميقات المكاني. دايما أهل المدينة بيخرجوا من المدينة فبيطلعوا من أبيار علي وبيتحركوا إلى أرض المدينة بملابس الإحرام قاصدين بيت العلي الأعلى وهو الله. طيب الكلام ده جبناه منين؟ من قول النبي لما وصل إلى رحاب البيت العتيق صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم،
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبدأ يؤدي الأركان والمناسك، وبدأت الجموع الغفيرة التي تعدت 100,000 تقلد النبي وتتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول أن ما يسمى بالحج بالميتافيرس وإزاي أجاوب على ابني، أولا الإسلام ما بنرفضش إحنا كعلماء دين إن إحنا نبين للناس. يقول لك إيه أصل أنتوا هتقولوا لهم هو ربنا عايز كده وخلاص، لا يا حبيبي، بنبين للناس. وكل على رأي الفلاح المصري بيقول لك يعني ربنا عرفوه بالعقل. ومن هذا المنطق نقول للأبناء الصغار ونقول للكبار ونقول للنساء جميعا، اعلموا أن الحج يترتب عليه لغة القصد، وهي الاتجاه نحو موقع البيت العتيق لأداء المناسك. هكذا علمنا النبي وألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدث على بعض الشاشات، يعني معلش شيخ إبراهيم عشان برضو الناس إيه ما تشتش مننا، يعني للحج ميقات زماني ومكاني. ومكاني، الله عليك الله عليك يا دكتورة، له ميقات زماني وميقات مكاني، كل وفي وقت معلوم وأماكن معلومة. بالضبط، لما ربنا يقول الحج أشهر معلومات أي محددة ومعلومة لدى النبي ولدى جموع الأمة من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنبدأ بشوال وذو الحجة وذو القعدة. المنطقة دي من الأيام هي بتسمى بأشهر الحج، وهنا احنا ملزمين بالأشهر دي، هو في زمن مخصوص في مكان مخصوص، أماكن مخصوصة يعني رتبها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خذوا عني مناسككم. سيدنا النبي يوم 8 خرج بعد صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، وبات وصلى الفجر، وبعدين تحرك ركب حضرة النبي يوم 9 اللي ربنا كرمك بيه على عرفات، وظل على عرفات صلى الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة، وخطب خطبته العالمية الإنسانية رفيعة المستوى الشهيرة. ثم بعد ذلك تحرك ركب رسول الله إلى أرض المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وبات بها وتناول وجبة العشاء وجمع الحصى. ثم بعد ذلك يوم العيد ذهب إلى أرض منى لكي يرمي جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، ثم ذبح، ثم ذهب إلى بيت الله الحرام وطاف بالكعبة وقصر صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة، كل الأعمال الخمسة دي. ثم بعد ذلك 21 حصاة يوم العيد اللي هو أول أيام التشريق، ثالث يوم برضو 21 لمن تعجل. تعجل يعني إيه؟ يعني خلاص خرج من أرض منى قبل ما يدخل عليه الليل. لو دخل عليه الليل عليه أن يبيت وأن يرمي يوما آخر ب21 حصاة. وده شرح معنى قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يا من تسمعنا يا من ترانا، الحج له مقات مكاني ومواقيت زمنية أو ميقات زماني، فلا يجوز لكائن من كان أن يتلاعب بتعاليم الله أو أن يصطنع مسرحية علشان يقول أصل حد هيسألني وأنا جاوب عليه. لا، اسأل. ولا يوجد في الإسلام منطقة رمادية مخفية، فدين الله واضح. أكمل الله نعمته حين أنزل الآية على قلب النبي محمد، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا علمنا الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي أنا عايز أقوله، يعني الناس اللي راحت وزي ما احنا شايفين في الصور أكيد الناس دي بتعاني، وأكيد الناس دي مشقة، الحج مشقة، يعني أكيد مش معقول أنه أجي في الآخر أقول أنه أنا حج بالميتافيرس، يعني أقعد كده في البيت وأروح راحة قاعدة لابس لبس الإحرام وأحج وأنا قاعدة، يعني ورمي الجمرات بقى هرميه فين، على الشاشة ولا هعمل إيه؟ فأنا الحقيقة أنا عشان كده حبيت أنه الأزهر الشريف هو اللي يحسم هذا الأمر، وإنت أحسبك كذلك ولا أزكيك على الله. يا شيخ إبراهيم أنت من علماء الأزهر الشريف، وكان لازم ناخد هذه الفتوى عشان الناس برضو ما يتلعبش في دماغها تقعد ترتب للسنة الجاية أنها تحج ميتافيرس. يا جماعة قضي الأمر،
مفيش حاجة اسمها حج ميتافيرس. لا طبعا لا يوجد مثل هذا. وبعدين ايه هيستبدل الرمي؟ هيعمل لايكات ان شاء الله ولا هيعمل ايه؟ مش فاهم انا يعني. لا اله الا انت سبحانك. لا وحاجة تانية يا مولانا بقى برضو عايز اسألك عليها. انا يعني انا مثلا واحدة من الناس ما كانش في حد من اسرتي موافق ان انا اسافر عشان انا بتعب ومناعتي ضعيفة، وانا طلعت وصممت وربنا كرمني ورجعت الحمد لله وما خدتش الدور اللي الناس ساعات بتاخده، فهل كده ابقى دي علامة عدم قبول الحج؟ لا قولي لي تاني السؤال. يعني في حد انا قريت في السوشيال ميديا انه بيقول لك من علامات قبول الحج انك انت يجي لك دور البرد اللي بيكسر الجسم. فهل اللي ما بياخدوش يعني اللي بياخده يبقى ربنا قبل منه، وما بياخدوش يبقى ربنا ما قبلش منه؟ سيدنا النبي يا سيدتي العزيزه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حقيقه انا بقول تاني وبردد، غير المتخصصين في العلوم الشرعيه بنقول لهم من فضلكم يعني اكفونا شركم، واللي حج يحج من سكات، وهي علاقه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فده كلام لا اصل له في دين الله، ده نوع من انواع اهل الغفله للاسف الشديد. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، ده ناس عايزه ترند، ناس عايزه تنتشر والناس تقول شوفوا فلان حج وفلان عمل وفلان بيتكلم. انا ادعو من خلال منبرك اي حد سواء في الاعلام او في غير الاعلام عايز يتصدى لاي حوار في الخطاب الديني يلجا الى اهل التخصص، بل اي برنامج زي ما حضرتك سنتي سنه حسنه، ان قضيه طبيه بترجع لطبيب، قضيه دينيه بترجع لشيخ، على كل البرامج ان تحذو هذا الحزن حتى لا نرى ما نراه من عبث للاسف الشديد. وده يعني حاجه بتعمل مياعه، اراء بينتج عنها مياعه في الدين للاسف الشديد، وبتؤثر في مشاعرنا احنا كمصريين، لان ده تلاعب باقدس مقدساتنا. والله يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طيب هل ممكن نقدر نقول مثلا انه في حمله ممنهجه مثلا ضد الاسلام ضد الثوابت؟ هقول لك بقى، لو عايزين نتكلم بصراحه بعد مكالمتي معاكي على موضوع الطيور والكلام الفارغ الذي يعني للاسف الشديد يعني الحمد لله اهم احلى حاجه كان ذبح الكتكوت ده. ذبح الكتكوت انا كان نفسي اذبح كتكوت. الناس المصريه البسيطه طلعت عبرت عن مشاعرها، وانا تلقيت مكالمه الحقيقه يعني يعني وصفها بكل شياكه كده انها مكالمه لا تليق من صاحب الفتوى بعد حلقه حضرتك والمداخله التليفونيه. خليني اؤكد على ان اهل مصر لن يتراجعوا ابدا عن ان يقدموا للدنيا باسرها صحيح الدين، ولن يتراجع علماء الازهر قيد انمله عن بيان وتبيان ما انزله الله على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والحقيقه نحن لا نحتاج لمثل هؤلاء. واحد يطلع يقول لك ده الامام مش عارف مين بيقول لك يا ريت يجوز اكل الكلاب، والثاني يقول لك طب ما تيجي نستبدل ده، وانا الحقيقه يعني مش عارف الناس دي مش بتفكر. طب معلش يا مولانا يعني انا فهمت من كلام حضرتك، لان انا كنت مسافره، انا ما كنتش متابعه طبعا اي برامج ولا التلفزيون. هل كان في مكالمه حد كان يعني ضد كلام حضرتك ان هو بيؤكد معلومه انه ذبح الطيور جائزه بدل الذبح العظيم، وفديناه بذبح عظيم بذبح عظيم؟ بذبح عظيم. هو الكتكوت عظيم؟ هو ده يا سيدتي يا سيدتي حين فدى الله هذا النبي فداه بذبح عظيم. يا سيدتي من علمنا سنة الأضحية هو سيدنا محمد. وما أتاكم فخذوها وما نهاكم فانتهوا. هنروح نخبط على باب النبي، هنروح نخبط على باب النبي ونقول له يا سيدي يا رسول الله بماذا أضحي وبماذا ضحيت أنت؟ بكبشين أملحين أقرنين. في الأول قال هذا عن محمد وعن آل محمد، وفي الثاني قال هذا عن من لا لم يضحي أو من لم يملك الأضحية من أمة محمد. هذا أمر. الأمر العجيب يقول لك أصل أنت لما بتقول فرخة أو طير يبقى أنت بتخفف على الناس. ناس مين اللي بخفف عليهم؟ هي تجب على القادر على المستطيع. فأنت رايح تحشر نفسك
كحد غير مستطيع ليه، هي تؤخذ من الغني للفقير. وإحنا هنا بنقول لم يثبت على الأراضي المصرية أن وجدنا حالة واحدة قالت والله أنا هذبح طير. فعلا مفيش ولا حد شفنا حالة في مصر أبدا مشيت على هذه الفتوى، ولا في الأمة الإسلامية كلها يا شيخ، ولا من باب السخرية يا سيدتي. لأن طب إحنا عندنا معيدة رحمن، الناس فاهمة وعارفة يعني لازم الذبح على السنة، سنة نبينا بالزبط. محمد بالزبط. لكن انت عايز تذبح بقى دجاج، ده في احد المشايخ في الخليج افتى بالكلام ده مره وهو راي شاذ، طلعوا عليه ايه اهل الخليج، سموه مفتي الدجاج. تخيلي سموه مفتي الدجاج. يعني فهنا علينا ان احنا نعيد الناس الى القضايا الكبرى. تعال نوحد صف المصريين طبعا. تعالوا نحتفل ب 30/6 مع ميلاد جمهوريه جديده طبعا. وليه عايزين تنشروا بين الناس ان احنا شحتنا واننا بنتسول وان احنا مش لاقيين؟ ليه يا جماعه بتدوا رسائل سلبيه مع اننا في نعم والله لم يشهدها الاباء ولا الاجداد؟ وبعدين بقى اقول لك على حاجه بقى يا شيخ ابراهيم، يعني معلش يعني مع احترامي للناس اللي هتكلم عنهم، هذه النوعيه من الناس، شوف الناس اللي بتشتكي وبتفرج على الصيف الساحل الشمالي هيبقى عامل ازاي. وعلى فكره مش هنقول اللي رايح الساحل انت رايح ليه ولا اللي جاي انت جاي ليه، بس على الاقل طبعا كل واحد حر. عظموا عظموا شعائر الله. وبعدين ليه يا دكتوره في خط كده ماشي، ليه بنلاقي الاتجاه ماشي على كل ما هو شاذ من الاراء؟ ليه؟ اصل انت لو شربت خمره وما سكرتش حلال، اصل انت لو ما قلتش للمأذون على القانون المتعارف عليه بيننا بدل على السنة كتاب السنه يبقى انت حاجه، حاله من حالات تنفير الناس. على فكره المصريين شعب واعي جدا ويدرك، حتى من لا يقرأ ومن لا يكتب من المصريين هو على يقين وعلى علم بمن يتحدث بكلمات الله وبمن يتحدث بهوى في نفسه علشان يحقق الترند والحلقة تمنها يعلى على الهوى وبعد كده يبقى يقول يعني يتجروا إيه؟ بالدين عشان خاطر الترند يا شيخ إبراهيم، يتجروا بالدين عشان خاطر الترند. للأسف للأسف الشديد هتاجر بحاجة تانية، بلاش الدين. أنا يعني ليه ما بيكلموناش عن قيمة العمل يا مشايخ اللي بتطلعوا على الهوا وبتقبضوا ملايين؟ ليه ما بتتكلموش عن أجندة العمل في الدولة المصرية؟ ليه ما بتقولوش المشاركة المجتمعية؟ ليه ما بيكلمنيش عن الترابط اللي النبي أكد عليه؟ ليه ما بيتعلموش للناس القضايا التي من شأنها إن هي تجمع ولا تفرق، إن هي تبني ولا تهدم، إن هي تجعلنا كما كان الهدف الاستراتيجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنتوا ليه بتاخدونا لفقه دورات المياه؟ ليه واخدنا المناطق ما أنزل الله بها من سلطان؟ وبعدين يقول لك إيه؟ أصل ده رأي معتبر. يا سلام، طب ما في فقيه زمان قال إن التداوي حرام، اللي يعيا ويروح يطلب العلاج من الطبيب حرام عليه. هل ده نقدر نقول ده رأي معتبر ونعممه على المصريين وعلى العالم؟ ده جنون يا جماعة، ده جنون. فكرة حب الذات وتأليف بعض الأشخاص على بعض الفضائيات، وكأن الإسلام بقى اتحول لتركة ما بين برنامج فلان وبرنامج فلان. فلان يقول كلمة علشان الناس تتكلم عليه في السوشيال ميديا، والثاني يرد عليه علشان الناس تتكلم عليه في السوشيال ميديا. حاشا حاشا لله حاشا لله حاشا لله. يا جماعة أنا بشكرك جدا شيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، حقيقة يعني إدانا فتوتين الحقيقة عظماء جدا وحسم الأمر، ومفيش حاجة اسمها حجة ميدافيرس، ومفيش حاجة اسمها يا جماعة ذبح طيور ولا الكلام ده، ومفيش حاجة اسمها أصله في علامات للقبول وعدم القبول. يعني أنا دلوقتي ربنا دعاني، أولا مفيش حد بيدخل الأرض الطاهرة دي ولا بيروح يعمل حج إلا ما يكون اسمه مكتوب في الدعوة. ربنا هيدعوكي علشان خاطر ترجعي مش مقبولة حجتك يعني، وهل العلامة يقوم ربنا يديكي فيروس أو انفكشن فهو ده العلامة ويخليكي لو ما لو أنت اتقبلت منك إنك ما يجيلكيش؟ ده كلام يا جماعة؟ بعدين يا حاجة أنا رجعت كويسة، بس كنت هناك برضو في محاليل يا جماعة، أصل في حاجة أنتوا كلكم عارفينها مركزة معايا جدا. والنبي يا حاجة الله يسعدك، يعني أنا والله أنا ست مريضة الله يسبسي والله العظيم هناك بالمحاليل. ماشي يا حاجة؟ أقول لك يا حاجة
أنا هطلع فاصل ومن قدامك شوية. يلا فاصل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير وسعادة. والحقيقة يعني سبحان من جمع احتفالات المصريين بعيد الأضحى مع ذكرى يوم من أهم أيام مصر الجديدة اللي هو يوم 3 يوليو، أو هقدر أقول عليه يوم العودة، عودة الوطن، عودة مصر، عودة بلدنا. تعالوا كده نرجع 10 سنين لورا ونفتكر لحظات كلنا مش جزء منا، كل الشعب المصري عاشها في خوف وقلق وتوتر. وقت ما هنفتكر كده، هنفتكر الأيام دي، هنعرف كويس قوي قيمة رحلة ثورة عظيمة اسمها 30 يونيو، ويوم خالد من أيامها هو 3 يوليو اللي هو زي النهاردة من 10 سنين. مع كده يعني انتظرنا البيان المهم، وكنا يا جماعة مش بنعد الدقايق، كنا بنعد اللحظات عشان مهلة 48 ساعة اللي ادتها القوات المسلحة للإخوان عشان تنقذ البلد، هيكون مصيرها ايه. وده كان أحسن وأجرأ وأشجع بيان الحقيقة انتظروا المصريين عشان نسترد بلدنا، نسترد مصر من اللي خطفوها. مصر كانت مخطوفة، صح؟ كلنا متفقين على ذلك. البيان ده يا جماعة كان بداية لمصر وجيشها وشعبها ونهاية لحكم الإخوان. مش هننسى ابدا الايام دي اللي كنا عايشين فيها يا جماعه في الضلمه والخوف. ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه بنزين، ما كانش فيه امان. ودي كانت نهايه الضحك على الناس باسم الدين. لسه هو كان بيقول الشيخ ابراهيم بلاش يضحك علينا باسم الدين. وكانت بداية مرحلة جديدة، ابتدت مصر تتبني من أول وجديد، لأن مصر كانت اتدمرت، كانت السبحة اتفرطت ووقعت. وده على فكرة كان قرار شعب، ووقتها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة الحقيقة كانت حلوة، حسستنا ان مصر دي بلدنا فعلا وانها ملكنا بتاعتنا. لما قال سيادة الرئيس مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع الا ارادة شعبها ومصالحها العليا. طيب باختصار بقى كده يا جماعة، 30 يونيو ثم 3 يوليو كانت لحظة الخلاص من الإخوان، كانت يعني زي ضوء النور اللي ضارب ده كده الكشاف ده في وشي في وسط الضلمة في تاريخ البلد دي. ولحظة هتاف الناس بخلاص مصر من الإخوان كان رد فعل الإخوان واللي وراهم، كان دليل كافي ان بيان 3 يوليو لحظة فارقة في تاريخ البلد دي، لانها اثبتت بالدليل القاطع ان الجماعة مستعدة ان هي تحرق البلد لو مش هتحكمنا. وكل واحد في مصر عارف القصة دي، مفيش حد مش عارف ومتأكد، مفيش حد مش متأكد.
وقبل ما يطلع صوت ويقول لك ايوه وبعد 10 سنين من 3 يوليو ايه اللي حصل؟ تعال اقولك، 10 سنين لما تيجي تبص عليهم هتلاقي اللي هقوله لك ده، هتلاقي دولة 3 يوليو دخلت معارك في كل الجبهات، بناء وحرب ضد الإرهاب، كان عندنا إرهاب مش طبيعي. انت كنتوا بتشوفوا الاغتيالات اللي كانت بتتم في شرطتنا وجيشنا، وكانت حتى الشعب برضو كان بيتم اغتيال ومعاناة، وكانت ضد ظروف عالمية مضطربة. احنا مرينا بوقت صعب قوي قوي قوي. عارف لما تدق بيقولك تدق ايه على الطبول؟ يا ما دقت على الراس طبول، احنا دقت على الراس طبول ساعتها. بس احنا بننسى يا جماعة، وانا مش عايزة ان احنا ننسى، انا عايزة ان احنا نفتكر. عايزين نفتكر هو حصل ايه في العشر سنين دول، بلاش ننسى. حققنا انتصارات اللي محدش قدر انه يحققها ولا ينكرها. علاقات مصر الدولية كانت متدمرة، وتحديدا رجعت بقى بعد 3 يوليو، وكان البعض شايفها فخ. النهاردة مصر واقفة على رجليها وبتتحرك زي خبراء الشطرنج كده، وصلحت كمان ملفات كانت ضاعت. واحنا كنا متخيلين او متأكدين انها مستحيل انها كانت تتحل الملفات دي. ملف العشوائيات يا جماعة، هو حد قدر كان يقرب من ملف العشوائيات؟ الناس اللي اتنقلت من عند العشش والمجاري والمية المقطوعة والشوارع اللي كانت مليانة مخدرات وكانت مليانة خطف وكانت مليانة، مش ده الواقع يا جماعة ولا أنا بقول كلام أي كلام؟ الناس دلوقتي عايشة حياة أدمية، عايشة حياة كريمة، عندهم مدارس، عندهم خدمات، عندهم مكاتب بريد، عندهم وحدات صحية، كل حاجة إنها تمشي مع البني أدمين. محدش في مصر كلها كان يتخيل إننا ممكن إن احنا نتخلص من العشوائيات دي. والمسؤولين حقيقة كانوا محدش بيرضى يقرب من هذا الملف. هذا الملف كان بيسموه عش الدبابير، كانوا بيخافوا من سكان المناطق العشوائية ورد فعلهم. النهاردة الدولة قضت على العشوائيات وبقت مصر ما فيهاش عشوائيات إلا العشوائيات اللي هي الغير يعني آمنة، اللي كان بيروح فيها الضحايا، ما بقاش فيه العشوائيات دي. فاكرين الدويقة يا جماعة؟ كل ده النهاردة انتهى. عشان كده احنا النهاردة بنقول احنا في عيد. على فكرة ممكن يكون عندك تحفظات، ماشي، عندك ملاحظات، تمام، او مش عاجبك حاجات، حقك. بس الحقيقة المؤكدة اللي مش هنقدر ننكرها ان 3 يوليو كان يوم الانطلاق لبناء مصر الحديثة، مصر من جديد، الجمهورية الجديدة. الحقيقة اللي أكيدة قوي إن مصر من يومها بدأت رحلة طويلة. الكنز في الرحلة دي كان فيها كنز، هو الانتصار بشرف في كل المعارك. وتحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها
أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلم ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي، ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضروراتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. منذ شهر نوفمبر الماضي 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته
وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحسم ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين نروح لخبر الحقيقة كلنا تابعناه على السوشيال ميديا، وهي الخبر ده اللي هو حفلة اتعملت في تونس للفنان الكبير أحمد سعد. الموضوع ببساطة زي ما هو كان على السوشيال ميديا، انه الفنان احمد سعد كان رايح تونس يحيي حفلة هناك، وبعدين الصحفيين قالوا فرصة كويسة، فنان مصري بيمثل مصر، وانه احنا عارفين انه الفن المصري محبوب قد ايه في العالم كله طبعا العربي يعني. فاحمد سعد مرضيش يقابل الصحفيين وليه اسبابه اللي هنعرفها، وبعدين شوية كده ورجع وقال أنا ما كنتش متفق أني هقابل الصحافة. بصوا أنا مش عايزة، أنا يعني أنا مش بحب أخد التفاصيل بتاعتي من السوشيال ميديا، خلينا أحسن أن احنا نشوف ونفهم الحكاية من أصحابها، إيه رأيكم صح ولا لأ؟ فإحنا معانا حنان شقراني ممثلة وإعلامية تونسية. مساء الخير يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا بيك دكتورة بسمة،
واهلا وسهلا بالشعب المصري الحبيب والشقيق، نحبوكم برشا 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 راهو. واحنا برشا برشا بنحب تونس واهل تونس. يعيشك. وصلتني الذبذبات الايجابيه والطاقه الايجابيه من مصر وانا في تونس. طيب انا عايز اعرف منك بقى يا استاذه حنان، ايه اللي حصل؟ ايه المشكله؟ اول حاجه استاذه نحب نقول لك لي، انت قلت بكري الفنان الكبير احمد سعد، الناس كلها تحبه في تونس احمد سعد، وصوت رائع جدا، انا شخصيا احبه كثيرا ونعشق صوته. مين صار انه جاء في مهرجان الرمال في بنزرت الدوره الثانيه، انا كنت معناها مستدعيه باش نقدم الحفل كمقدمه الحفل ومنشطه. معناها اللي صار انه فما حاجات بينه وبين اداره المهرجان ما فهمتهاش، انا كمقدمه كنت موجوده على الركح، كان فما روتار بتاع غير باعوا لدخول النجم والجمهور كان يستناه، كان فما تعامل سيء من مدير اعماله الحقيقه معناها، واللي هو طبعا لا يمثل التصرفات الشعب المصري، لانه فما فرقه جت معاه محلاها وناس يمثلوا الشعب المصري احسن تمثيل. مي اهم حاجه اللي صار انه هو حسب ما انا سمعت قالوا هو قال انا مش نحكي مع الصحفيين. وانت تعرف يا استاذه او دكتوره اي فنان ونجم عربي باش يجي راهو الصحفيين باش يجيو باش يغطيو تغطيه، هو كان رافض تماما، ولكن من بعد تحت ضغط ولا تحت من عرف شنو هبط باش يقابل الصحفيين. اللي صار شنو واللي عمل الذوبعه هذه الكبيره انه الاستاذ احمد سعد هبط يحكي مع الصحفيين، دخلت مديره المهرجان دخلت تحكي معاه، رجع لها بكلام اسكتي اسكتي انت ما تعرفيش تنظمي الحفلات، وبعد يا دكتوره قال لها كلمه حشاك حاشا الشعب المصري اخرسي. طب انا عندي سؤال مهم يا استاذه حنان. تفضل في يعني عاده بيبقى في عقد ما بين الفنان أيوة. واداره أيوة. المهرجان، هل كان في عقد ما بينكم ولا لا؟ هو استاذ انا راني مقدمه الحفل ما بين اداره المهرجان وكل، هو قال هو باش يعمل ندوه صحفيه يقعد على كرسي وطاوله وندوه صحفيه ما فماش، اما الجاري به في العاده انه كي يجيو صحفيين يحبوا ياخذوا كلمه من عند. لا معلش انا عايزه امشي معاكي واحده واحده يا استاذه حنان، وعايزه افكرك ان احنا بنتفاهم مش بنتخانق خالص. طيب طبعاً احنا طبعاً. بنحب شعب تونس واحنا اشقاء أكيد. واحنا احباء أكيد. ودي حاجه فرديه حصلت، بس برضو عايزين ان احنا نهدي الامور ونستوضح الحقيقه. انا بسال الحقيقة. سؤال بس واضح الاول أي. هل التعاقد ما بينكم كان فيه بينص العقد على انه احمد سعد يغني وياخد فلوسه ويعمل لقاءات مع الصحافه ولا ما كانش فيه البند ده في العقد؟ أستاذة هو كان قال وحتى في البند حسب ما إدارة المهرجان ما فماش ندوة صحفية يا أستاذة، ما فيش مي احنا الجانبي في العادة الفنان يبدأ وقت يبدأ داخل أو يبدأ خارج من الحق. يعني أفهم من كده يا أستاذة حنان أنه الأمر يرجع له عام شخصيا أنه يوافق أو يرفض، يعني ما فيش إلزام عليه. صحيت يرحم والديك استاذه، هذا هو ما فيش الزام بمحبه وبماخذه بالخاطر كما نقولوا احنا بالتونسي ويس. كنت تنجم ما تصيرش الحكايه هذه، فهمت؟ هو كان متشنج برشا كيف هبط، وكان رده معناها على مدير المهرجان حتى وكان احنا نخطئ في الاداره، حتى وكان اما كان الرد خاطر هو فنان كبير كان الرد عنيف نوعا ما راهو. طيب هل احمد سعد رفض ان هو يقابل الصحافه؟ رفضا انا سمعت كان رافض باش يقابل الصحافه، رافض نعم، اما من بعد كي تحط معناها. طب حلو معلش عشان نمشي واحده واحده استاذه حنان، لما رفض كان رافض هو ايه غلطته في انه رفض؟ يعني الطبيعي يعني مثلا احنا لما بنشوف في السعوديه في الرياض الفنانين بتوعنا لما بيروحوا والفنانين اللي في الوطن العربي كلهم ما بشوفش اي لقاءات صحفيه ولا اعلاميه، يعني ده بيرجع للفنان انه يوافق او يرفض الا اذا كان مكتوب في التعاقد. فكون ان احمد سعد رفض انه يعمل حوارات وانا لست ادافع ولكن عايزه الناس تعرف الحقيقه، هل ده اللي عمل المشكله؟ اللي عمل المشكله هو الخلبزه اللي صارت في ذيك الوقت، جاء متاخر برشا معناها
ساعة إلا ربع على الجمهور، وكان الجمهور قاعد وفي حالة تشنج، وكان معناها عنده معناها مشاكل مع إدارة المهرجان. أي نوع من المشاكل؟ مشاكل معناها في الوقت وفي التنسيق العام، وهذوما حاجات نجم تجاوب عليهم مديرة المهرجان، نجم تجاوب عليهم مديرة المهرجان، لأنه توا عندهم حكاية بيناتهم إن شاء الله تتحل المشكلة وإن شاء الله ترجع المياه المجرية. أما أجيت حبيت أقول لك حاجة، المشكلة اللي صارت والزوبعة اللي صارت لأنه أحمد سعد احنا نخذوا له كفنان كبير، كفنان يمثل مصر احسن تمثيل، كصوت رائع، يشو يخذل امرأة يقول لها اسكتي اسكتي بطريقة عليكم بعد اخراسي مرتين. لا هو كان واضح انه لا ننكر انه كان في مشاكل تنظيمية يعني هي اللي ادت لهذه الشدة. وخليني اسألك سؤال، هل ادارة المهرجان عملت او الاستاذة اللي قامت بهذا الحفل هل كان ليها سابق قبل كده في عمل حفلات هي ولا دي اول مرة؟ هو هذا المهرجان هو الدورة الثانية، ولكن حسب علمي انه اول مرة يكون حفل معناها نجم عربي، فهمتني؟ يعني الموضوع كان جديد عليهم، كان إدارة المهرجان مازال جديد المهرجان، ومعليش حبوا يجيبوا أحمد سعد شي معناها محضرين بروجرام قوي باش يدخلوا بقوة معناها، فهمت؟ مية أستاذة أنا شنو مشكلتنا احنا لهنا معناها اللي تقلقنا، إنه أي مهرجان ينجم يكون حاجة كل شيء نسبي في الحياة، تصير أخطاء وجل من لا يسهى وجل من لا يخطئ، ولكن يا أحمد يا سعد يا فنان يا كبير يا نحبوك لو في تونس ونحبوا صوتك، عيب إنك تخزر امرأة تونسية تقولها وإلا حتى مصرية وإلا جزائرية وإلا مهما كان جنسيتها وإلا عربية تقولها إخراسي، مش حلو. طيب خليني أقول لك حاجة، هو أحمد سعد بعد ما يعني حصل سوء التفاهم رجع تاني وشفنا فيديو بيقول فيه انا رجعت عشان شعب تونس، يعني هو رجع ولما كان واقف وبيحاول يشرح اللي حصل، فكان في مقاطعات لي من قبل الشخصيه اللي كانت واقفه انا مش عارفه اللي هي كانت متفقه معاه، فمن الواضح ان هو لانه يا استاذه لك وقت اللي كان في الركح، لانه الركح يبعد معناها مسافه طويله على الاوتيل، لكن وقت اللي كان في الركح وخرج من الحفله ما عملش حتى حوار، لذا الصحفيين معناها خلفه. ما هو كون انه ما عملش حوار يا استاذه حنان عشان نكون منصفين، ده لا يحسب عليه يعني ولا ضده، لانه دي حريه الفنان طالما ما كانش مكتوب في العقد يا استاذه حنان. طبعا ليه طبعا نحن نعطي لذي حقه. انت معايا يعني في هذا الامر؟ فهمتك طبعا انا فنانة. طيب تفضلي كملي. ما اريد ان ادلي بحوار صحفي، انا حره وما تفهمنيش في العقد هذا واضح، ولكن طريقه التعامل احمد سعد مع مديره المهرجان حتى ولو اخطات حتى ولو صارت حاجات كانت عنيفه يا استاذه، هذا هو. بس انا معلش والله انا مش بعمل مشكله، بس انا بدافع بلسان الغير موجود، الغير. وده واجب عليا وده واجب على مهنتي مهنه الاعلام طبعا. هو انا سمعت جمله اتقالت ممكن تكون دي اللي عصبت احمد، انا سمعت انت جاي عشان تاخد 80,000 دولار وتمشي. نسيتي الجملة دي يا أستاذة حنان؟ أستاذة احنا انا نمن بحاجة ايجا نقول لك بعد ما بردت الحكاية نقولوا احنا ومع المسافة انه عندها نهارين، اليوم واحد يفكر، اليوم عنده فرصة باش يفكر ما هو الخطأ وما هو الصواب. الأحمد سعد احنا انا اليوم فنانة تونسية، اي كلمة نقولها محسوبة عليا طبعا، اي كلمة نقولها تفهم فيا شنو نقصد. مظبوط احنا النجم نكونوا فما اخطاء، ولكن احمد سعد الفنان اللي نحضر له غنياته وقت يقول لي امرأة تونسية او مصرية او كذا اخرسي او اسكتي بالطريقة العنيفة، لا طبعا طبعا كلمة. هي كلمة طبعا يعني غير لائقة، ولكن دعيني اقول لك يعني ما تحاسبينيش على ردة فعلك، ولكن حسب يعني ارجعي لفعلك، انت عملتي ايه عشان تخليني انا اقول كده؟ يعني انت اولا هو ما ينفعش انه الناس تعرف هو بياخد كام، ثانيا هو اتهم اتهام خطير ان هو جاي يعني ايه ياخد 80,000 دولار ويمشي، يعني انا لو انا مكانه هفهم ان انا اتهم بالنصب.
يا استاذه لا 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 ما وصلناش لحكايه زوما، ولكن جاي على اساس يحيي الحفل ليله كامله، جاي ساعه حتى الجمهور ما شبعش منه، ما حب يغني معاه جي روتار، معنى ذاك اللي ممكن يحدث زاد تشنج راهو، باش انا ما خاطر انا في الاخر نقول احمد سعد انسان، المدام هذيك انسانه مديره مهرجان زاد تخدم وتعبه ونسهر وما نرقدوش وباش ننجحوا المهرجان، ولكن للاسف صارت الحكايه والبلبله لهذه معناها لا تمثل لا الشعب التونسي ولا الشعب المصري، لانه الشعب التونسي والشعب المصري من اول الدنيا احبه واشقاء وليس ولا معناها وحتى حاجه ما تنجم تفرق بيناتهم. طب استاذه حنان، الاتفاق على مده الغناء بيبقى موجود في العقد؟ النورمالمون يبدا موجود في العقد، وهذا تنجم تجاوبك عليه مديره المهرجان خير. انا كنت مقدمه الحفل، ولكن يا استاذه انا باش نحكي على اللي صار معايا. مدير اعمال احمد سعد كان يتصرف بطريقه مهينه للامانه. بطريقه انا زقني، انا قلت له كيف فرحت بيه؟ احنا ما تعرفنا يعني يا استاذه حنان، مدير اعماله اقدر اقول هو سبب المشكله؟ انا عندي احساس لحقيقه كبير انه مدير اعماله هو كان وراء كل التشنج للامانه، لانه يا استاذه اللي علمي على حد علمي انه فهم هو مديرة المهرجان على حيثيات معينة، من بعد قال لي ما قلتش. طيب فهمتني؟ أنا شايفة إنه ومثالي أنت برضو إعلامية ومعروف يعني ومتفهمة زيي وبتعرفي تحللي أكيد زيي، يعني أنا أكيد. شايفة إنه في مشاكل تنظيمية كانت في هذا المهرجان، وأنا لا أدين، ولكن أنا بحاول ألاقي يعني النقاط الضعف والقوة اللي كانت موجودة في المكان، وندي لكل واحد حقه. صحيح صحيح. أنا أستاذة أنا كنت موجودة كمنشطة الحفل، جاية أنا باش نقدم المهرجان والبرنامج البروجرام تبع المهرجان، وباش نقدم النجم ونروح على روحي، نخرج على روحي، نلقى روحي نعبي في فراغات، نعبي في فراغات. وأنا على فكرة أحمد سعد حفلاته ناجحة جدا في كل مكان أستاذة حنان، حتى في تونس يا أستاذة. ليه؟ للأمانة حتى في تونس كان عمل معناها بيرفورمانس ياسر حلو، والجمهور فرحان بيه ويغني وصوت رائع للأمانة، علشان الشعب التونسي عنده يعني ذوق وبيفهم طبعاً. وسميع وبيحب الطرب، فهو فاهم مين بيغني طبعاً. قدامه طبعا فاهم شكون. احمد سعد غنى بالبي بالبي بالقدام معناها، وهذا خاطر شوف يا استاذه ايش نقول لك، راهو قد احنا في تونس قد ما نحبوا النجم، قد ما نحبوه، قد ما نبداو نتملكوه هكا اي حاجه تتحسب تفهمني وانت تفهم فيا، اذا كان احنا عندنا قدره على التحليل العميق للاشياء، هذاك علاش العباد تغشوا، خاطر احنا نحبوه احمد سعد ونستناو فيه. والجمهور العادي لا يهم والتفاصيل والحيثيات. أنا بشكرك جدا على كل هذه التفاصيل حقيقة اللي ممكن تساعد في الإلمام بتفاصيل الموضوع. بشكر الفنانة حنان شقراوي، ومعايا كمان الأستاذ ماهر همامي نقيب المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة في تونس. مساء الخير أستاذ همام. طيب هنحاول نرجع له مرة تانية. الشبكة في تونس مش سهلة على فكرة، احنا يعني بنحاول نفهم اللي حصل، علشان السوشيال ميديا يا جماعة ممكن تقلب بلد على بلد، وبتقتص وبتجتزئ المواضيع والأخبار، ويعني زي ما احنا شفنا كده، هو موضوع فيه سوء تفاهم بسيط، لأنه احنا عمرنا ما سمعنا أن أحمد سعد عمل كده في حفلة من الحفلات. يا ما راح أحمد سعد بيشتغل من هو قد كده، وشعب تونس شعب محترم جدا 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 إلى أقصى ما يمكن نحن نتصور، ومحترمين جدا. فأنا رجع لنا تاني الأستاذ ماهر همامي نقيب المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة في تونس. مساء الخير يا أستاذ همامي. تحياتي إليك سيدتي الكريمة وإلى إخواننا وأصدقائنا وفي مصر الحبيبة، وتحياتي لحضرتك ولكل شعب تونس بالذات. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. أستاذ همام، أنتوا كنقابة المهنة الموسيقية، ما هي حقيقة هذا الموضوع أو هذا الموقف بالنسبة لكم؟
شو احنا في الاول سيدتي الكريمه الى حدود منتصف النهار كنا مع الفنان احمد سعد اللي فنيا والعائله الموسيقيه في تونس نكون له كل الاحترام الى اليوم الى الغد. قيمه فنيه، صوت شجي، نرفع له القبعه في الجانب الطربي، لانه موسيقيا من احلى الاصوات العربيه والمصريه التي نفتخر بها عند وصولها الى تونس وحتى في مصر. يعني ثم عدد كبير من الموسيقيين اللي يتبعوا فيه، ولو ماهوش من السهل ان الموسيقي يتبع فنان اجنبي او عربي او مصري او من اي دوله. طب استاذ ماهر، ممكن تسمح لي اعرف ايه اللي حصل بين حضرتك وبين الاستاذ مصطفى كامل نقيب المهنه الموسيقيه في مصر؟ يلا، احنا في اتفاق منظم بيننا وبين النقابه المصريه من خلال اتحاد النقابات الموسيقيه العربيه، انه في تدخلات تصير ما بين الدول وما بين النقابات في حاله تجاوزات تقع لموسيقيين تونسيين في مصر او لموسيقيين مصريين في تونس او لكافه الدول العربيه. كي نبداو في الحاله هذه موجوده الموسيقي مصري في تونس، لازم يكون التدخل تونسي ورفع شكوى الى النقابه. وانا الحقيقه بحيي هذه الروح، ودي اللي المفروض انها تكون موجوده. لا، موجودة عندها مدة كبيرة، وأنا من قبل حتى كذلك مع الأستاذ هاني شاكر، من قبل كان في تعاون مع الأستاذ هاني شاكر والنقيب الحالي كذلك الأستاذ مصطفى كامل ووكيل النقابة الأستاذ دكتور علي سلامة وحلمي عبد الباقي وكل أفراد النقابة. ده مهم جدا أستاذ ماهر لوقت أي فتنة ممكن انها تحدث. يعني بالضبط، احنا في مراسلتنا اللي كان اتصالي امبارح مع دكتور مصطفى كامل الاستاذ مصطفى كامل طلب مني ان تكون في شكوى مدققه لفتح تحقيق في الاعتداء اللفظي وفقط، لانه اللي صار احنا مع الفنان مصطفى كامل في سوء التنظيم اللي صار في تونس هنا. حضرتك بتعترف ان في كان سوء تنظيم في تونس؟ اكيد جدا، وهذا نقرر. انا بحترم حضرتك على هذه المقوله وهذه الصراحه، لانه الجهه المنظمه غير محترفه. الواضح ان الجهه المنظمه يعني مش محترفه، غير محترفه، وهذا ما اكدناه، وفي اخلال بالعقود. ونحترم الحرفيه في الفنان احمد سعد لانه غير ملزم بالندوه الصحفيه وغير، لكن النقطة التي أفاق الكأس كان بدور يكون رزين، يقولوا احنا باللغة التونسية، متعقل وفي قيمته يكون أهدى، يعني من كده يعني أهدى ردة الفعل، لأنه كلمة أنا مش عارف ما نحبش نقولها في خلي بالك أستاذ ماهر، هو الفنان عبارة عن سمعة. بالضبط. الفنان بالضبط. الجمهور بتاعه بياخده من شكله ومن شخصه على الشاشة، فممكن يكون ولكني لا أدافع، يعني هو لو غلطان لازم يعني يبقى هو غلطان. عشان كده أنا بحاول أفهم التفاصيل، بس هو ممكن يكون أحمد سعد ولو أنه غير مبرر أنه يكون يعني اتعصب لأنه اتهان قدام الجمهور بتاعه، أنه هو أنت جاي عشان تاخد 80,000 دولار وتمشي، ما دي عارف معناها انه انت جاي تنصب علينا وتمشي، هي معناها كده. فطبعا هو عصب لانه حابب انه جمهوره يفضل شايفه في صورته الحلوه، ما يشوفش يعني حكم حد، وممكن ومن الجائز انه يكون حكم خاطئ. بالضبط، انا باش نعطي في صوره واقعه صارت عندها سنه في مطربه مصريه جات لتونس باش تغني ليله راس السنه الميلاديه، ووقع التحايل عليها من متعهد في تونس او من شبه متعهد، لكن باتصال الفنان والنقيب وقتها هاني شاكر تحولت على عين المكان واخذنا حق الفنانه هذه، الفنان احمد سعد يا جماعه، واخذت حقها من قبل الصعود. احنا نقولوا لو احمد سعد الفنان الكبير، نقول احمد سعد لو ما كانش رد فعله بالطريقه ذيك واتصل مباشره بالنقابه التونسيه، النقابه التونسيه
بالاتفاق المبرم مع النقابة المصرية ناخذ له حقوقه الكل الأدبية والمالية وكل ما جاء ومنصوص عليه في العقد. أيوة. لأن الدولة احنا نحترم العقود ونحترم الفنانين طبعا، وخاصة معروف عنكم ده لهذا الاحترام، واحنا بنحترمكم بالضبط. احنا كمان. بس خليني ارجع تاني وافكرك يا استاذ ماهر انه الفنان احمد سعد الفيديو اللي واضح قدامنا انه هو كان بيحاول يشرح للناس، فالكلمة اللي جات له من ما هي قطعت كلامه كانت كلمة حقيقة يعني اتهام لي يعني حقيقة كبير، بانه هو اقولها لك ازاي يعني، انا اسفة للفنان احمد سعد انه كأنها بقول له انت نصاب يعني، هو في الاول وفي الاخر اذا انا مطلوب مني ان انا اتكلم مع الصحافة دي حاجة ترجع لي يعني، انا باخد قرار. سيدتي الكريمة تعقيبا على كلامك، المتعاهدة على الكلام اللي قالته بذكر الأرقام 80,000 دولار، في احنا في شكوى رفعناها لأنه ذكر الرقم من الممنوعات، لا تذكر الرقم، وغدا صباحا ستودع بوزارة الثقافة وبلجنة المطربين الأجانب شكوى في هذه الموضوع. أنا بحيي حضرتك مرة تانية على هذه الصراحة وهذا الوضوح وهذه المهنية. وكذلك يعني احنا المشكله مع احمد سعد في الكلمه، لو لم ينزل من غرفته بعد خروجه من المسرح وقعد في البيت نتاعه ما كانش يصير هذا الكل بتاتا، وكنا نحترم فيه النقطه هذيك لانه انسان يحترم العقود واحنا نحترم من يحترم العقود. مصر اللي عايزه اقوله في الاخر ان مصر وتونس اشقاء، وده اللي كان واضح في كلام احمد، يعني احمد رجع عشان تونس، عشان جمهور تونس، عشان احترام جمهور تونس. وانا نحترم فيه العوده نتاعه للصحفيين لو نحترموها فيه، بس كالزله الاخيره التي صدرت. ما هو اصله قبلها اتقال له ايه؟ لا 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 سيدتي الكريمه، هنا مهما يقال لك لازم تكون عندك انت من الرزانه انضباط. مظبوط مظبوط، التحكم بالاعصاب. وانا برضو زي ما انت كنت واضح معايا وكنت في منتهى الشفافيه، انا برضو معاك. وعايزه اقول لك اخيرا انه احنا شعب واحد وبنحبكم. بس في كلمه سيدتي الكريمه قبل ما اختم، اكتبوا لي احمد بعد الدعوه الشكايه التي ارسلتها منذ نصف ساعه الى النقابه المصريه، نطالب الفنان احمد سعد بالاعتذار على الكلمه، لان الكلمه ذيك لا تمثل المتعهده، هي تمثل المراه التونسيه، تمثل الزوجه الاخت الام التونسيه. لانه لو نقلب الايه وياتيكم فنان الى مصر ويقول اي كلمه في مرأة مصرية سنكون من اول المتصدين له. ايوه عموما انا بشكرك جدا استاذ ماهر، نقيب المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة. والحقيقة يعني اللي عايزة اقوله يا جماعة، اطلبوا لي الفنان احمد سعد من فضلكم، لا هتوصلوا له، وانا متأكدة جدا ان هو هيرد وهيدخل، لان احمد فنان محترم ومش هيسيب الموضوع كده وهيرد ان شاء الله. اطلبوا لي حد في المهنة الموسيقية في مصر، اطلبوا لي استاذ حلمي عبد الباقي يا احمد الاول. جماعة اللي عايزة اقوله يعني انا الاول وفي الاخر هي سحابة صيف، وبعدين السوشيال ميديا يعني يا جماعة بقت الحقيقة خطر رهيب رهيب، يعني السوشيال ميديا بقت بتشيل الوزراء وتحط وزراء، السوشيال ميديا بقت بتقوم بلاد السوشيال ميديا انتوا شفتوا في باريس حصل ايه؟ ما الناس بتسخن لما بتشوف بعض في الفيديوهات، يعني كل ده من السوشيال ميديا ومصايبها. السوشيال ميديا بتجتزئ الكلام وما بتجيبش الحوار من اوله، فالبني ادم بتلصق بيه تهم ممكن تكون هو ما عملهاش. مش عايزين نمشي ورا السوشيال ميديا. احمد انا اتكلمت بدالك، واتمنى ان انت ترد علينا عشان مهم قوي انك انت تدخل وتتكلم، وانا عارفه ان انت يعني متاكده ان انت شايفنا دلوقتي، وبطلب منك انك انت ترد علينا علشان مهم قوي ردك. يمكن انا جاوبت غلط، يمكن انا اتكلمت عنك غلط، يمكن انت كنت تقصد هذا الكلام، يمكن في كواليس عندك احنا ما نعرفهاش، يعني من بداية الحفلة مثلا ضايقتك،
يمكن انت كنت متفق انك مش هتعمل كده، يمكن في حاجات كتير. فانا منتظره انك ترد عليا. طلبت الاستاذ حلمي عبد الباقي مش عايز يتكلم عن الموضوع ليه؟ ها؟ عنده حياة وفاه. طب لسه في العزاء. طيب مفيش اي حد من المهنه الموسيقيه يعني قفلوا؟ قافلين؟ لا عايزين حد من المهنه الموسيقيه. الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فين؟ يعني نقيب الموسيقيين التونسيين كان معانا، احنا عايزين حد من مصر يرد من فضلكم، يعني احنا نقابه كبيره وليها هيبه، عايزين حد يرد او متحدث باسم نقابه المهنه الموسيقيه من فضلكم. ها؟ نطلع فاصل ونرجع، احنا عندنا ايه بعد ده؟ طيب اطلعوا فاصل وشوفوا لي مين هيرد. يلا. طيب معايا، جبتوا المداخله؟ معايا الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابه المهنه الموسيقيه. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير استاذ بسمة. اهلا وسهلا استاذ، منور في 90 دقيقه دكتور محمد. الله يخليك. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك والاستاذ مشكله. كان معانا نقيب المهن الموسيقيه في تونس الاستاذ ماهر همامي، وقال ان هو تواصل معاكم. فايه اللي حصل؟ هو الموضوع ببساطة يا فندم ان عبارة يعني القصة واخدة شكل غير الشكل اللي المفروض تاخده يعني. مظبوط، انا لسه قايلة كده يعني السوشيال ميديا بقى. طب المفروض ان في حفلة هتقام في تونس، واحنا بنفرح جدا لما الفن المصري او اي شقيق تونسي بيطلب اي حد فنان مصري، بنيجي نقول يلا يا جماعة ونعمل حفلات هناك ونوافق، والفنانين المصريين بيروحوا هناك بيشتغلوا عادي جدا زي اي فنان. المفروض احمد سعد راح عمل الحفله بتاعته، وبعد الحفله عمل مؤتمر او حاجه زي كده وهو بيتكلم عن الحفله والمنظمين وكده، فجت واحده من ضمن المنظمات الموجودين راحت قايله تعقيص صغير ما عجبوش، فقال لها اسكتي. لما بتقول اسكتي دي مش معناها انه بيسكت المراه التونسيه، هو طلع خطا بقى، ان اتاخد الموضوع في حته ثانيه خالص. انا ما كانش عاجبني التعليق اللي حصل من احدى السيدات الموجوده وقالت ان يسكت تونسيه حضرتها، الكلمه دي ما ينفعش ان انا انقل الصراع ده. لما قالت ايه حضرتك؟ ان بيسكت تونسيه في بلادها، الكلمه دي يعني ما ينفعش كانت تتقال. دخلنا البلاد في بالضبط في بعض. بالظبط كده، انا بتخانق مع اخويا جورج صاحبي، جورج بتخانق معاه يوم واحد يقول لي وعشان مسيحي، عارفه الجو احنا ما بنحبوش. احنا كمصريين سبب لغايه دلوقتي بقائنا وتماسكنا ان احنا بننسى يا فندم اي عنصريه، ما فيش عندنا فرق لا بين مسلم ولا مسيحي، ما فيش فرق. والمصري لما بروح في اي مكان ما بيقولش ده مصري ده تونسي ده جزائري، ما بيقولش كده. فالمفروض ان احمد سعد بينقد اللي قدامه، بيقول لها والفن دايما بيجمع الشعوب يا دكتور محمد. بالظبط يا فندم، بالظبط. وبيقول لها انت مش عارفه تنظمي حفله، يعني بيكلمها عن طريقه معينه في شغلها في ادائها ما عجبوش. بيتكلم عن طبيعه عملها. ايه بقى الواحده عقبت وقالت ان بتسكت تونسيه في بلادها، المراه التونسيه حره؟ ايه يا جماعه ده؟ احنا مش في مظاهره. فجاه الموضوع راح في الحته دي. هو ده بقى ايه يعني الخطا اللي ممكن يقع فيها حد بيتكلم قدام كاميرا. المفروض مش كل حد يتكلم قدام كاميرا، لازم يحكي كلامه كويس، واذا كان هناك خطا من فنان قال لها اسكتي او هي ترد عليه تقول لا انا مش هسكت، انا هاخد حقي كويس وهشتكي النقابه. نفضل في الاطار ده، نفضل في الحته دي، انما ما نوديهاش بقى لتونس ومصر والكلام ده، خلاص يعني قديم وما ينفعش يتقال، ما ينفعش. طيب دكتور محمد، هل في تحقيق هيتم؟ لا، المفروض لغايه دلوقتي في شكاوى هتقدم عندنا في النقابه، وبتبحث الشكاوى وبشوف الاسباب والمستجدات. احنا بنعقب على الحيز اللي خدته المشكله دي، والاعلام التونسي اللي الدنيا قامت ولم تقف
بسبب حد ما كانتش كمان هي منظمه اللي بتتكلم، هي صديقه المنظمه اللي بتتكلم وقالت الكلمه دي. فاحنا هنشوف التداعيات ايه والمستجدات. طب هل الفنان احمد سعد يعني اتكلم معاكم في اي حاجه؟ هل اتكلمتوا معاه؟ هو رد البيان وقال ان انا بحترم الشعب التونسي وبقدره، والشعب التونسي والجمهور التونسي على راسي وفوق، مفيش اي خالص حاجه بيني وبين الشعب التونسي. لا يا فندم انا بتكلم، هل تواصل مع النقابه؟ طبعا يا فندم، ما هو البيان ده بعد ما هو تواصل مع النقابه وكلم النقيب وهم مع بعض قدروا، يعني استاذ احمد سعد عرف يوصل اللي هو قصد النقيب، وقال له انا نزلت بيان وعملت الحاجات دي كلها عشان ابين ان محدش يغرني في غلط، يعني محدش يجيبني في منطقه انا ما دخلتهاش اصلا. هو هي تجر لمنطقه، هو هي البنت الصديقه المنظمه هي اللي عملت كل ده، بتأجج الشعور بتأجج المشاعر عشان الاعلاميين التوانسه ياخدوها قضيه قوميه، بقى تتقلب بقت قضيه وطن. ما حدش يقدر يعمل بين الشعبين كده ابدا. الله ينور عليك يا استاذ، هو ده اللي نتمناه. يعني مصر اكبر من كده وتونس اكبر من كده. بالظبط كده يا فندم، هو موقف بسيط وعدى، وكان لازم يبقى فيه ضبط النفس فيه بصراحة. يعني اللي أنا بقوله سواء من أحمد أو منظمة الحفل، يعني هم عملوا مشكلة بين لا شيء. بالظبط، وإحنا إذا كان في خلاف بنبحث أسباب التعاقد وبنشوف البنود واللوائح اللي موجودة في العقد، وتبقى المشكلة قائمة على تعاقد بين طرفين، نشوف مين الأخطأ ومين اللي عنده خلل بالالتزام ونبتدي نتعامل معاه، بس إنما ناخدش منطقة وما نجرش الصراع لحتة ثانية. دي ما عجبتنيش. هل تعتقد يا دكتور محمد انه ده يعني سؤال لخارج المنهج زي ما بيقولوا، هل تعتقد انه احمد سعد يعني اتغير علشان بقى مشهور اكتر؟ لا خالص، هو مفيش تغيير للفنان. هو احمد سعد ما كانش رجع واتكلم وقال ان انا لكن كل التقدير للشعب التونسي وهو عايز يحافظ. يمكن لما لقى، خلينا اتكلم معاك بصراحه بقى، احنا يعني خلاص خلصنا الموضوع، يمكن لما لقى الدنيا كبرت وانها تحصل مشكله فرجع تاني فقال كده. لا هو يمكن عشان حس انه اتعصب او اتنرفز شويه زياده على اللزوم لما لقى اسكوتي على ما يبدو ان دي القشه اللي قسم الظهر بتاعي. هو حس يعني انه غلط. شكلها ان كان في خلافات قبل التصوير، يعني في حد مشحون، هو مشحون وهي مشحونه وكلهم بيتصوروا في جو مش مظبوط، فكان على سطح داخل. فاول ما اتكلمت واضح جدا لما لقى اسكوتي يعني في مشاكل كانت مضايقاه في التنظيم وفي الحفله وفي الحاجات دي، يعني ما كانتش ماشيه مع التعاقد اللي هم كتبوه، فهو كان على اخره. فلما قال الكلمه دي ممكن يكون حاسس ان هو اتعصب او اتشد او كده. طيب بدون يعني ما ان احنا مش بننبر يعني، بس هل الرقم اللي واخده احمد سعد ده الرقم الطبيعي اللي بياخده فنان في مستوى احمد سعد لما يروح يغني في بلد عربي؟ ما حدش يقدر يخدم بدايه غير اللي هيطلع العقد، يعني اللي يشوف العقد هو اللي يشوف الرقم ده مظبوط ولا لا. لو العقد طلع مظبوط هذا الرقم ده حريه بقى، ده عرض وطلب. ما ده اللي انا بسال عليه يعني. وارد جدا يكون الاستاذ احمد سعد مش واخد كده وتعمدت اللي تقول الكلمه دي ان هي تهيج عليه الناس عشان تقول الرقم ده، وارد جدا، ووارد جدا يكون واخد الرقم ده فعلا، هو الوحيد اللي عارف اجره وهو اللي كاتب العقد ده وهو اللي موافق. وبعدين انا فنان هقول انا هاخد $1,000,000 وجابوني، خلاص يبقى عرض وطلب. لا بالعكس، انا يعني احنا بنحب الخير للناس طبعا، واحمد سعد ده الوقت بتاعه، يعني هو ده الوقت اللي يقدر يقول فيه. انت عارف احمد سعد قيمه فنيه كبيره جدا، فلما بيطلب رقم اذا كان عالي او كده شايف ان هو ده اللي يستحقه وهم وافقوا، خلاص يبقى عرض وطلب. هي اللي على فكره المهنه بتقول كده. انا شايفه دكتور محمد يعني من غير تحيز، بالعكس انا كنت مع احمد طول الوقت، يعني طبعا ان احمد يخلص الموضوع ده في الاعتذار ويخلص الموضوع. هو هيبقى ساعتها الناس هتحترمه، وساعتها هم هيبقى الغلط عندهم بقى. كلامك مظبوط يا استاذه بسمه، بس رجوعه تاني ده وانه قال ان انا بحترم الشعب. لا انا بقصد اعتذار للكلمه اللي قالها للمنظمه. لا اسكتي بس، دي الكلمه مش كده؟ اسكتي انت. هو لو وافق على حاجه زي كده ده هو راجل فنان. يبقى بصراحه يعني ساعتها يبقى كل الاحترام منه، يعني نحترمه جدا، لانه الاعتذار من شيبه الكبار. طبعا اكيد حاجه ما فيش عليها خلاف طبعا، ويخلص الموضوع واللي حصل حصل وخلاص طبعا، عشان ما حدش يقول كلام ولا يقول غلط في حق التونسيه وغلط في حق مش عارف الايه. فلو هل كانت هي مرأة حاسه بانها يعني اتهانت وان الكلمه دي كانت كبيره عليها، يطلع احمد سعد ويقول لها انا بعتذر وخلاص لو حب. يعني دي حاجه طبعا ترجع له، انا ماليش دعوه بيها يعني.
هو لما هيراجع نفسه وهيشوف الفيديو وهيشوف اللي بيحصل حواليه. على العموم احمد سعد ابن سوق و... وراجل ومفروض انه شهم ويعني اكيد هيعمل الصح. وحضرتك معايا يا فندم؟ حضرتك معايا مش كده؟ اه معاك معاك. هو اذا كان هي مرأة او راجل كان هيقول نفس الكلام يعني. لو كان راجل منظم كان هيقول له اسكت، كان هيقول له نفس الكلمة. هي مش عايز برضه اوديها لحتة المرأة خالص. احمد سعد معروف عنه اللي هو لعمره. لا في دي بقى انا هختلف معاك يا دكتور محمد، لان معاملة المرأة غير معاملة الرجل. يعني انا لو جيت بتخانق اروح لو مرأة قدامي انا بتخانق معاها بعيدا عن هذا الموقف تماما، هل ممكن امد ايدي عليها؟ ما فيش راجل محترم يمد ايده على ست. يبقى معاملة المرأة بتختلف عن معاملة الرجل حتى في مجال العمل والاختلاف. طبعا لا 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 في الحتة دي لا لا يجوز طبعا. انا قصدي في المعارضة وفي الكلام وفي المشادات وارد جدا ان الراجل يشد، بس في حدود اللياقة، في حدود اللياقة والادب يعني، في حدود ان اقول رايي من غير ما اجرحش اللي قدامي بنفس الاداء ده. انا عايز اقول لك عصبيته كانت ممكن تطلع على المراه او للرجل بنفس العصبيه اللي هو اتكلم بيها، كانت تطلع على المراه او للرجل. انما هو بالنسبه له هو عارف هيتدارك ده لما يشوف التسجيل ويشوف ان هو كان عصبي، وارد جدا يعمل اللي حضرتك قلت عليه ان يقول انا بقدم اعتذاري للشعب التونسي طبعا عشان نخلص الموضوع ويبقى فيه ضبط طبعاً. نفس وان شاء الله احنا يعني انا بتكلم بقى على الصعيد الاخر، احنا كبلدين مصر وتونس احنا حبايب، ودي مشكله فرديه فنيه طبعا لا علاقه بالشعوب بهذه النوعيه من المشاكل ابدا 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 يعني. بالظبط يا فندم. وانا انا حتى عن نفسي انا لو كانت الست المراه اللي غلط فيها احمد وبنسميه غلط، انا بعتذر لك بالنيابه عن احمد لو احمد ما اعتذر لكيش، لان احنا المصريين معروف عننا ان احنا محترمين وبنحترم الشعوب الاخرى وبنحترم المراه ونحترم المراه التونسيه، فما تزعليش وهنسميها سحابه صيف زي ما بيقولوا. ممكن بقى سيادتك توجهي برضو نقد للي قالت موضوع بالسكه التونسيه في بلادها وتقولي لها ما فيش داعي انك باي صراع او باي حاجه في اي مشكله تجيبها قضيه قوميه. طبعا طبعا هو خطا جسيم. خطا جسيم جدا، وانا برفض انه اقحام الدول وانا اصله ده تونس واصله ده مصر واصله ده مسيحي اصله ده مسلم، الحاجات دي عيب ما يصحش. الله ينور عليك يا استاذه بسمة، حضرتك بتتعاملي مع الاعداد ومع الطقم اللي مع حضرتك، ممكن تختلفي مع حد هتلاقي في وسط مشكلة كده واحد يقول ايه هي عشان يعني هي المذيعة نقوم نسكت؟ بص الكلمة دي بقى، الكلمة دي لو وصلتك هتزعلك. طب انا هقول لحضرتك حاجة، بيقولوا ان المذيعين ولا الاعلاميين او الشخصيات العامة واخدين حقهم وبيجي لهم وسايط. انا بقالي من الساعة 5 للساعة 9 بالليل او 9:30 والدتي تعبانة في مستشفى سعاد كفافي مستنية الدكتور جراحة يدخل لها، محدش دخل لها ومش عارفة اعمل لها حاجة. طبعا. ايه رأيك بقى؟ وبتصرف كأي مواطنة في الشعب المصري. بالظبط يا فندم بالظبط، واحنا بنتشرف بكده يا استاذة، وربنا يا رب يقوم هالك بالسلامة الله يخليك زي الفل بإذن الله. ألف سلام عليها. متشكرة جدا دكتور محمد عبد الله، وكنت الحقيقة منصف في كلامك جدا. وإن شاء الله ما فيش مشكلة، وأنا أظن إن الموضوع خلص أو هيخلص بسرعة وما فيش أي موضوع. متشكرة قوي. عايزة أقول يا جماعة في نهاية الحلقة انه الناس بدأت بتضخم الامور والناس بدأت تخاف. يعني انا دلوقتي خايفة ان انا لو كلمت دكتور مامتي في المستشفى بقالها 4 ساعات مستنية دكتور جراح يدخل لها محدش دخل لها، لو انا عملت مشكلة هيقولوا عشان مذيعة. انا قاعدة قافلة بقي وقاعدة في الحلقة وساكتة، دي يعني ممكن اقول بقى هما يعني علشان خاطر بقى مش عارف هي مذيعه مش عارف ايه. احنا حقنا اوقات بيتهضم لاننا بنبقى مش عايزين نتكلم علشان ما حدش يقول ان احنا بناخد حاجه مش بتاعتنا، عشان احنا بناخد حق مش بتاعنا. فموضوع احمد سعد نرجع له تاني، انا اتمنى ان الموضوع ده ينتهي على سلام، وهو انا متهيألي انه منتهي. وانا اعتذرت للاستاذه الحقيقه اللي قال لها اسكت انتي، لانه هي الكلمه قاسيه شويه. والفنان احمد سعد برضو انا عارفه انه ابن بلد واكيد هيشوف الصح وهيعمله.
ومشاهدينا كنا معكم في 90 دقيقة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله. تصبحوا على ألف خير.